سلام البنات، كيف نتمنى أتمنى تكونوا على أحسن حال إن شاء الله. اليوم جبت لك واحد الزبدة تقدر تعدلها غير بيدك في الدار، وكما كتشوفوا معايا في الفيديو غير من ناطة اللي كنطلعوا أي ناطة عندك، بحال مثلا هذه الميركادونا، تقدر تشري إيروسكي، تشري المغرب، مهم أي ناطة، وتقدر تعمل كمية اللي بغيتي. مثلا كنشبروها وكنبقاو نطلعوها في الخبط اليدوي، يعني واش عندك هذا ولا عندك آخر، مهم بحال اللي كطلع الناطة فحال دائما وصافي، كتبقى طلعة هانتوما كتشوفوا معايا فحال اللي بدات كتخسر، يعني ملي كتبقى طالعه مزيان هي كتبقى تخسر بوحديتها، ملي كتبقى تخسر كتزيد تخدم في الماكينه، كتزيد حتى كتبقى ترجع فيها فحال حليب وفحال هاديه خطره بوحديتها. هانتوما غادي تشوفوا فواحد الفيديو دابا كيفاش رجعت لي. هانتوما البنات كتشوفوا كتبقى بحال الزبده بوحديتها والحليب بوحديتو. كنصفيوها من هاد الماء هذا وكنكبوا عليها الماء من الكريفو ولا من القرعه اللي عندكم، وكتبقاو تجمعوها هايدا بيدكم وتصفيوها، عاود تهرقوا ديك الماء حتى كيرجع الماء ابيض، يعني الماء فحال اللون ديالو عادي. ها نتوما غتشوفوا حتى كيرجع هيدا، كتصفيوها من ديك الحليب كامل حتى كترجع هيدا. ديك الساعه كدهزوها وكتعملوها في الطويصه اللي خصكم، اللي كيعجبو مسوسه يقدر ياكلها هيدا، واللي ما كتعجبوش هيدا يقدر يزيد لها ملح. انا مثلا زدت لها واحد المعلقه ديال الملح وعملتها في النبيره، عملتها في قجيار ديالها وعملتها في النبيره. ها نتوما كما كتشوفوا ما شاء الله كتجي الزبده بلديه. وها نتوما كما كتعرفوها ودخل علينا ديك الشهر العظيم رمضان، كيعجبنا نفطروا فحال حاجات فحال هيدا، ندهنهم في الخبيزه ولا شي حاجه، هذه كتجي معتبره. وما تنساوش البنات اللي باقي ما شاركتي معايا في قناه مرحبا بها، باقي ان شاء الله فيديو جدادين، وما تنساوش لايك. مع السلامه.